نقل بيان لمركز الإعلام الأمني عن المتحدث باسم وزارة الداخلية لواء سعد معن قوله أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على إرهابي في قرية النمل بقضاء الحويجة يعمل ضمن ما تسمى بولاية كركوك بمنصب أمر مفرزة عسكرية. وأوضح أن الإرهابي اعترف بقيامه بعمليات إرهابية عدة مع مجرمي داعش في قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين.